بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقه جديده من برنامج الترند، حلقه بدايه الاسبوع، وبالتاكيد بنستعد لمنافسات اخرى وبطوله جديده خلال 24 ساعه. غدا انطلاقه جديده للنادي الاهلي في بطوله كاس مصر للموسم الجديد 2022-2023، وقبل 48 ساعه الاهلي نجح في اقتناص 3 نقاط مهمه جدا بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثيه في صراع الصدارة على الفوز بدرع الدوري العام، ويمكن الأهلي يقترب كثيرا جدا من إحراز اللقب بعد غياب لمدة عامين. يمكن آخر بطولتين خلال هذا الموسم دوري العام وكأس مصر، وبنتكلم في عدد مباريات قليلة إن شاء الله، ويقدر الأهلي يحسم بطولة الدوري لعل وعسى يمكن الكأس يستكمل هذا الموسم، بحيث إن الأهلي يقدر يحقق الثلاثية المحلية مع البطولة الإفريقية، ويقدر الأهلي السنة دي يعمل إنجاز تاريخي لم يتحقق منذ أكتر من حوالي 18 سنة. يمكن الأهلي في 2005 و2006 قدر يحقق كل البطولات اللي خاضها في بداية الموسم، لعل وعسى بعد هذا العمر وبعد هذه السنوات الطويلة يقدر النادي الأهلي بإذن الله في 2023 يكتب تاريخ جديد ويفوز بكل البطولات سواء المحلية أو حتى الإفريقية. حلقة النهاردة فيها كواليس مهمة جدا ونقاط هنرصدها بالنسبة للنادي الأهلي، وكمان هنتكلم في بعض النقاط اللي كنا اتكلمنا عليها في حلقات سابقة ويمكن زعلت البعض، بس الحمد لله يمكن لما بنقول حاجة بتيجي مواقف معينة بتثبت اللي احنا بنتكلم في الصح. هتكلم النهاردة عن نقطة مهمة جدا متعلقة بالحكام الدوليين، ليه بيحكموا في الدوري المصري ولكن مستبعدين من إدارة المباريات الإفريقية في الفترة الأخيرة. نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، وسؤال حلقة النهاردة عايز أعرف توقعات حضراتكم لتشكيل الأهلي في مباراة منتخب السويس بكأس مصر غدا. هي المباراة الأولى للأهلي في هذه البطولة دور الـ 32، والأهلي حامل اللقب بعد الفوز على بيراميدز في نهائي الكأس العام الماضي. تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحات القناة، عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من توقعات حضراتكم على تشكيل الأهلي في مباراة منتخب السويس، ولكن نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمنتخب السويس. وفي الترند المحلي، اليوم انطلاق كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة. وفي الترند العالمي، هو ترند فعلا، جوارديولا يقضي أجازته في مصر. البوب منور مصر، زار الأهرامات، طلع على الأقصر وأسوان، ويمكن صور تاريخية يعني ممكن نستفيد بيها بشكل كبير جدا للترويج للسياحة خلال السنوات المقبلة. يمكن زيارة كانت مفاجأة لكل الأوساط الرياضية. المدير الفني لمانشستر سيتي بيزور مصر في هذه الفترة، ويمكن مش أي مدير فني، ده المدير الفني اللي حقق ثلاثية دوري الأبطال، دوري الإنجليزي البريمير ليج، كأس الاتحاد الإنجليزي، وبتتكلم على مين؟ بوب جوارديولا اللي فاز بالعديد من البطولات مع برشلونة في السنوات السابقة. طيب نروح لاستعراض مباريات اليوم، ويمكن النهاردة في لقطة مهمة جدا عايز استعرضها واحنا بنتكلم على مباريات كأس مصر. بصوا مع بعض كده، أول حاجة معانا دور الـ 16 واستكمال مباريات دور الـ 16 لكأس مصر. النجوم في مواجهة مع سموحة الساعة 6:30. بصوا المباراة اللي بعدها، مباريات اليوم في كأس الرابطة الدور نص النهائي. تخيلوا كأس الرابطة في الدور نص النهائي، وكأس مصر هو اللي متأخر مبارياته، واتحاد الكرة مش حريص ان يخلص ماتشاته، لا نخلص ماتشات كأس الرابطة الأول، رغم ان كأس الرابطة مش مؤهلة لأي حاجة. ما علينا، النهاردة في الدور نصف النهائي الساعة 9:30 المصري بيستضيف فيوتشر. لعل وعسى صوتنا يوصل لكل السادة المسؤولين. طيب مباريات اليوم ايضا واللقاء الافتتاحي في بطولة افريقيا تحت 23 سنة، المغرب في مواجهة غينيا، المباراة الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة، وبكرة ان شاء الله اولى لقاءات منتخبنا الوطني هتكون الساعة 8 مساء مع النيجر، ونتمنى يا رب افتتاحية مهمة جدا لمنتخبنا تحت 23 سنة، هذه البطولة المؤهلة الى اولمبياد باريس في صيف عام 2024. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع نتكلم على استعدادات الأهلي لمباراة منتخب السويس. أهلا بحضراتكم من جديد. يمكن عندنا مباراة ببطولة جديدة ومنافسة جديدة واستعدادات مهمة جدا في الساعات القادمة، لأن بكرة هنلعب على بطولة بندافع عن لقبها اللي حققناه العام الماضي أو في الشهور الماضية، الشهور والأيام والمواسم كلها متداخلة على بعض، ولكن آخر بطولة كأس مصر الأهلي فاز بيها على حساب بيراميدز
كانت مباراه مهمه جدا اتلعبت على استاد القاهره والاهلي فاز فيها 2-1. بكره مواجهه جديده مع منتخب السويس. فين زمان لما كنا بنتفرج وبنلعب مباريات مع منتخب السويس في ملعب عجرود او حتى في ملعب المحافظه، وكانت مباريات قويه جدا وبيبقى حضور كبير جدا لجماهير السويس، والمباراه تتلعب الساعه 3 العصر وبعد صلاه الجمعه. كانت ايام جميله لما كنا بنتفرج على المباريات بالحضور الجماهيري الكبير، ولما بنشوف الانديه الشعبيه والجماهيريه في كل الملاعب، تسافر تلعب في السويس، تسافر تلعب في المنصوره، بتلعب في المحله، بتلعب في اسكندريه، ايام ما كان الدوري بالتاكيد فيه حضور جماهيري لكل الفرق الشعبيه. ولكن بكره مباراه في دور ال 32 لكاس مصر امام منتخب السويس. مارسيل كولر ازاي هيحضر للفتره اللي جايه؟ ازاي استراتيجيه المشاركه في بطوله الكاس خلال الفتره اللي جايه؟ هل بعد مباراه الحرس والفوز بثلاثيه على حرس الحدود نقدر نبني على الفتره الجايه ان هيبدا مارسيل كولر يعمل تغييرات في التشكيل عشان يريح العناصر الاساسيه؟ دي نقطه كانت محل خلاف قبل مواجهه حرس الحدود، ولكن بعد اعلان التشكيل ومواجهه الاهلي لحرس الحدود شفنا فعلا مارسيل كولر بيشتغل على فكره التغيير والتدوير والروتيشن في مساله التشكيل. راحت حسين الشحات، الراحه لبيرسيتاو، الراحه الكهرباء، البدايه بشريف، بطاهر، باحمد عبد القادر، نص الملعب بالكامل كان واخد راحه في اللقاء امام حرس الحدود. اليو ديانج ما بداش، حمدي فتحي ما بداش، مروان عطيه ما كانش موجود، بدا بالسوليه وقندوسي، وبنتكلم على محمد مجدي قفشه. يمكن حصل روتيشن في التشكيله فيما يقرب من حوالي 70-80% من التشكيل. هل ممكن يحصل روتيشن في مركز حراسة المرمى في مباراة الكاس؟ ده هنشوفه النهاردة بعد اختيار القائمة اللي هيحددها مارسيل كولر عقب أداء المران الأساسي. لكن التفاصيل الخاصة بقى باستعدادات الفريق، الفريق رجع بعد مباراة الحرس ما كانش فيه أجازة وراحة، تدريبات لمدة 48 ساعة، الدخول في معسكر مغلق النهاردة، بكرة الخوض المباراة المهمة أمام منتخب السويس. كل التفاصيل دي بالتأكيد هنعرفها من خلال زميلنا كريم احمد موفد قناه الاهلي اللي موجود حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره، واللي بالتاكيد عنده تفاصيل كتيره عن استعدادات الاهلي لمباراه منتخب السويس. مساء الفل يا كريم. مساء الخير عليك الزميل العزيز محمد سعيد، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. اخر الاخبار عندك واستعدادات الفريق والقائمه المنتظره اللي ممكن يختارها كولر لمواجهه السويس بكره في دور ال 32 لكاس مصر. يعني زي ما انت قلت يا محمد، من بطوله الدوري لمباراه بطوله كاس مصر ومباراه النوك اوت يعني بيكون ليها حسابات وترتيبات عديده جدا للجهاز الفني. انت عارف الكاس بيكون فيه مفاجات بنشوفها ويمكن تابعناها على مدار السنوات الماضيه، لكن اللي مطمنا الحقيقه هو الشكل العام لفريق النادي الاهلي. يعني لمسنا بشكل كبير جدا يا محمد، ما نقدرش نقول في لاعب اساسي ولاعب احتياطي، لا يمكن الراجل بيشتغل مع الكل. التدوير كان مهم جدا، ويمكن كان لينا يمكن حديث قبل المباراه حرس الحدود وقلنا يمكن مستر كولر هيطبق يعني شكل الروتيشن في اكثر من لعيب. وكمان المهم جدا يا محمد هي المهام، يعني المهام اللي بيديها اللاعبين بتخلي شكل اللاعب يظهر بشكل كويس جدا. شفنا القندوسي الحقيقه بيأدي اداء مميز، مكاسب عديده جدا، طاهر محمد طاهر احرازه للاهداف ومشاركته من جديد، امور عديده جدا الحقيقه، مش مكاسب فقط لغير للثلاث نقاط لكن كلها مكاسب فنيه. الراجل بيطمن كل فتره، لكن زي ما باكد لك مباراه الكاس بتحتاج ترتيبات، بتحتاج امور عديده جدا. كان انت اتكلمت على حراسه المرمى، من الواضح ومن الشكل العام ان الشناوي هيستمر في حراسه عرين النادي الاهلي في مباراه الغد، لان انت عارف زي ما باكد لك بقول لك حراسه المرمى مهمه جدا في مباراه الكاس. الخبرات مهمه جدا ان انت تكون متواجده في هذه المباراه مهما كان اسم المنافس ومهما كان الفجوه الكبيره او الجاب الكبير جدا من تاريخ النادي الاهلي ومنتخب السويس، لكن انت عارف الاحترام المنافس امر مهم جدا، وده اللي بياكد عليه مستر كولر وكل اللاعبين. النهارده ان شاء الله باذن الله تدريب الختامي والاخير لفريق النادي الاهلي قبل التوجه الى المعسكر المغلق المعتاد قبل المباراه ب 24 ساعه، مباراه غدا بمشيئه الله على استاد القاهره فيها 8:30. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. لكن زي ما بنتكلم طبعا على بعض الامور الايجابيه، عندنا برضو بعض الامور يمكن اللي ما كناش بنتمنى ان هي تكون متواجده معانا، وهي الاصابات. الحقيقه السوليه بيغيب عن مباراه الغد ومعه متولي، لكن يعني السوليه حتى هذه اللحظه ان شاء الله باذن الله ما يطولش، هي اصابه في العضله الخلفيه، لكن يا رب ما يبقاش بس شد قوي شويه في العضله الخلفيه، لان انت عارف محمد العضله الخلفيه بتحتاج يعني تأني بشكل كبير جدا، جلسات ووقت قليل بتحاول ان انت تأهل العضله بشكل كبير عشان ما يبقاش فيه اي انتكاسه بعد كده. لكن ان شاء الله باذن الله السكواد المتواجد مع فريق النادي الاهلي حاجه رائعه وعظيمه. كهربا يعود بمشيئه الله غدا ان شاء الله يكون ليه دور، كريستو ايضا كمان الحقيقه كلنا منتظرين نشوفه يكون ليه فرصه غدا بمشيئه الله سواء في التشكيل او في اي جزء من المباراه. ايضا كمان كل اللعيبه الحمد لله يعني طمنا عليها، ما فيش حد بيشكي من حاجه، كل اللعيبه جاهزه، اللعيبه اللي رجعت من المنتخب حمدي هنشوفه بكره في التواجد بشكل عام في القائمه، كل اللعيبه الحقيقه اللي غابت عن المباراه الماضيه هنشوفها في القائمه، لكن يترك الامر كالعاده طبعا للتشكيل والواجبات الفنيه والهجوميه والدفاعيه لمستر كولر، لكن الامور طيبه جدا يا محمد حتى هذه اللحظه. اكرم توفيق يا كريم، انا شفت له صوره بالامس كده في المران، هل دخل تدريبات جماعيه
ولا لسه شويه وقت على مشاركه اكرم؟ لا يعني اكرم توفيق الحقيقه طبعا كلنا بنتمنى له كل التوفيق، يعود ان شاء الله باذن الله واحد من اهم اللعيبه قيمه كبيره جدا، لكن لسه موضوع الكره محمد لسه شويه، لان زي ما باكد لك يعني انت عارف في التاني بيكون في الاصابات اللي هي خلفيه الاماميه، لكن انت عارف اصابات الصليبي بيكون فيها تاني كبير جدا، وان ده الجهاز الطبي الحقيقه الدكتور احمد ابو عبله عامل برنامج مهم جدا الحقيقه سواء لكريم او ايضا كمان اكرم توفيق، يعني كريم فؤاد واكرم توفيق الاثنين ماشيين بشكل منتظم جدا، يمكن اكرم هو اللي محدد ليه ان شاء الله ان هو يرجع قبل كريم بفتره، لكن حتى هذه اللحظه موضوع الكوره ده يعني لسه شويه، اكرم بيجري بيأدي حاجات في الجيم بيقوم بكل طبعا البرنامج التأهيلي ليه، لكن لسه في تأني شويه على هذا الامر، هو ايضا كمان وكريم فؤاد اثنين من اللاعبين المميزين جدا قيمتهم كبيره، ان شاء الله يعودوا من جديد، منتظرينهم بقى ان شاء الله باذن الله مع انتهاء الموسم يكونوا في التوب فورم بتاعهم، يكونوا شاركوا في التدريبات الجماعيه تدريجيا، شاركوا في اجزاء بسيطه من التقسيمات، كل الامور دي ان شاء الله منتظرينها من اكرم ومن كريم، ان شاء الله يكونوا متواجدين في الميعاد بمشيئه الله. محمد إصابة السلية ومتولي أعتقد هتستمر حتى منتصف شهر 7 يا كريم. بالتاكيد يا محمد، عشان كده يمكن قلنا الباد لك اللي بيقابل متولي ويمكن كمان عمرو السوليه، انت عارف زي ما بنقول اسبوع اسبوعين بتبدا ان انت تنزل تدريجي، بعد كده بتبدا تاخد فترات في التدريبات او في الكوره، فعشان كده من الشهر لشهر و10 ايام يمكن ده اللي بيبقى محدد على الرؤيه اللي احنا بنشوفها وعلى الاصابات اللي شفناها بشكل كبير جدا في الخلفيه تحديدا يا محمد وفي الانكل كمان، لان سبرين انكل ده بيكون يعني محتاج جهد كبير جدا ومحتاج حفاظ طبعا على الجري، بيكون ليه بمسافات معينه وبيكون بسرعه معينه، هنفقدهم ان شاء الله يعني هنفقدهم الفترة اللي جاية، لكن ان شاء الله باذن الله زي ما بنقول ثقتنا كبيرة جدا في كل السكواد اللي متواجد في كل اللعيبة، شفنا خالد عبد الفتاح الحقيقة حاجة مميزة جدا، رامي ربيع بيعود من جديد، كل اللعيبة الحقيقة مكاسب كانت مهمة جدا، لكن بنأكد على مباراة الكاس محتاجة تركيز كبير، المفاجآت ان شاء الله ما نشوفهاش، نشوف كلها ايجابيات لفريق النادي الاهلي، نقدر ان احنا ان شاء الله مهما كان الاسم ومهما كانت الفريق اللي بيقابل النادي الاهلي بيقابل بطل افريقيا، بيقابل نجوم النادي الاهلي، بيحاول ان هو يسوق نفسه بشكل كبير، حتى الجهاز الفني بيحاول ان هو يفرض نفسه بشكل كبير، لكن ان شاء الله عندنا ثقة باذن الله في كل لعيبة النادي الاهلي نتخطى مباراه الكاس بمشيئه الله محمد. هل ممكن يكون في تصعيد لعدد من لاعبي القطاع الناشئين مواليد 2005 2003 اللي شاركوا في المباراه الوديه الاخيره امام قوات الدفاع الجوي، هل ممكن يستعين كولر بعدد منهم في مباراه الكاس ولا نفس المجموعه اللي معاه في الفريق الاول هي اللي مستمره حتى لو مباراه في كاس مصر؟ لا انا متاكد يا محمد ان المجموعه كلها اللي مركز عليها الحقيقه مستر كولر هي اللي هتكون متواجده على مدار المباريات القادمه يا محمد، انت محتاج 4 مباريات لحسم بطوله الدوري العام بجانب كمان مباريات بطوله الكاس اللي بناكد فيها مفاجات، لا الراجل مركز مع المجموعه كلها، الراجل عنده عايز يدي كل اللعيبه اللي ما بتشاركش يا محمد، التصعيد ممكن يتم ان شاء الله بعد الحسم، يعني بعد الحسم هيبقى عندنا لسه عدد من المباريات، هتكون فرصه مهمه جدا لمستر كولر ان هو يشوف عدد من قطاع الناشئين، يشوف عدد من حراسه المرمى ايضا، كمان ممكن نشوف حمزه علاء في حراسه المرمى، لكن هذه الفتره مهمه جدا، الراجل مركز بشكل كبير جدا مع كل اللعيبه، انت عارف يعني الاجهاد بيكون متواجد في هذه المرحله تحديدا، لان التوالي المباريات بتلعب يوم 22 ويوم 25 ولسه هتلعب يوم 29، ما فيش وقت بشكل كبير جدا ان انت تعمل ريكفري، عشان كده التركيز كله مع هذه المجموعه ان شاء الله باذن الله تكون فايده كبيره جدا في اختيار التشكيل الامثل بمشيئه الله غدا، مباراه تكون مهمه جدا، لكن ان شاء الله المكسب من نصيب النادي الاهلي يا محمد باذن الله. الزميل العزيز كريم احمد مفد قناه الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات من مقر النادي الاهلي بالجزيره. عايز اقول لكم بالمناسبه يمكن النهارده الاتحاد الافريقي اعلن قائمه المنتخب الاولمبي اللي بيستعد لامم افريقيا في المغرب، وهذه البطولة هي المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. 3 لعيبة من الأهلي موجودين في القائمة، يمكن بنتكلم في حمزة علاء حارس المرمى، بنتكلم في أحمد نبيل كوكا، وبنتكلم كمان في محمد أشرف. 3 عناصر أساسية في منتخبنا الأولمبي هيكونوا خلال الفترة اللي جاية من 24/6 ل 8/7 موجودين في المغرب مع جهاز المنتخب الأولمبي اللي بيستعد لهذه البطولة الإفريقية المؤهلة لأندر 23 اللي هتتلعب في باريس صيف 2024. كل التوفيق يا رب لمنتخبنا الأولمبي. طيب كلنا عارفين إن الكاس يمكن مباراة الأهلي والسويس بكرة في دور ال 32، في مباريات في دور ال 16 بتتلعب في الفترة الحالية، وحتى النهاردة في مباراة ما بين النجوم وسموحة، النجوم أحد فرق الممتاز به، في نفس الوقت في 4 فرق خلاص تواجدت وتأهلت للدور ربع النهائي دور الثمانية، البنك الأهلي الزمالك بيراميدز إنبي، وخلال الساعات اللي جاية في مباراة النهاردة يوم السبت في مباراة أخرى يوم الاثنين هيتحدى الطرفي كمان هذه المواجهة، يبقى بالتالي 6 فرق مع الأهلي لما يلعب دور ال 16 ودور ال 32 دور ال 16، يعني بنتكلم ما يقرب من حوالي من 8 إلى 10 فرق هم اللي شايفينهم في المنافسة حتى الآن بالنسبة لكأس مصر. ولكن في نقطة عايز أتكلم عليها مهمة جدا، الفوز بأي بطولة والنجاح في حد ذاته بيبقى صعب، لكن الحفاظ على النجاح بيبقى أصعب،
ومش أي فريق في الدنيا يقدر ينجح ويحافظ على نجاحه. ليه بقول كده؟ لأن على مدار آخر سنة تحديداً أو آخر سنتين شفنا كانت مواجهات صعبة جداً وتنافس قوي جداً مع النادي الأهلي من فرق أخرى سواء محلياً أو إفريقياً. على المستوى المحلي الزمالك فاز بآخر 2 دوري، وفي سنة منهم اللي هي السنة الأخيرة الزمالك جمع الدوري والكاس. ده ممكن يبقى نجاح، ولكن هل تقدر تحافظ على النجاح ده؟ لا. ليه؟ لأن الحفاظ على النجاح ده محتاج مقومات. ممكن تنجح صدفة سنة 2، لكن عشان تحافظ على النجاح ده محتاج تشتغل وتعمل استراتيجية شغل على الأقل 5-6 سنين، فتفضل محافظ على البطولات اللي انت بتحققها 5-6 سنين. بس الاستراتيجية دي والنجاح ده مش أي حد يقدر يحققه. السنة اللي فاتت الزمالك جمع الدوري والكاس، السنة دي الأهلي فاز بالدوري أو خلاص يعني على أعتاب الفوز بالدوري، بنتكلم في 4 مباريات في حال إذا بيراميدز ما خسرش نقط ويتوج الأهلي بطل للدوري العام، وبالتالي الزمالك فقد بطولة الدوري. نروح لبطولة الكاس، الزمالك كان فايز ببطولة الكاس وكان فاز على الأهلي في فاينل الكاس. السنة الأخيرة الأهلي قدر يفوز بالكاس ويعود بهذه البطولة من جديد لدولاب بطولاته في مقر نادي في قلعة البطولات في الجزيرة، وبالتالي الأهلي قدر يفوز بالكاس وعلى بعد أيام قليلة جدا ويفوز بالدوري العام. فبالتالي الفريق اللي نجح يفوز بسنة أو 2 ببطولات فقد بطولاته في السنة الثالثة، وده إن دل على شيء بيدل إن الحفاظ على البطولات هنا مش أي حد يقدر يعمل ده. ممكن تفوز صدفة في سنة، ممكن تفوز سنة في أخطاء تحكيمية، أخطاء فنية لفرق منافسة، لكن في النهاية عشان تقدر تفوز ببطولات سنتين وتلاتة وأربعة وخمسة ده محتاج شغل طويل جدا، ما بيتحققش ده إلا في النادي الأهلي. ده على المستوى المحلي. منذ أن فاز الزمالك بالدوري والكاس من ساعتها لم يفز بأي بطولة، وقدر الأهلي يفوز بالكاس، قدر الأهلي يفوز باتنين سوبر، فاز على الزمالك في السوبر، فاز على بيراميدز في السوبر، وحاليا بيقترب هو من الفوز بالدوري العام وداخل منافسات الكاس الجديده، وان شاء الله باذن الله هنشوف السوبر اللي جاي لما يتلعب هيبقى فين، واذا كان فيه بطوله نخبه كمان هتبقى ازاي، ولكن السوبر اللي جاي غالبا طبعا اكيد الزمالك مش هيبقى فيه، لان الزمالك المفروض انسحب في بطوله الكاس الاخيره. وحتى هذه اللحظه على فكره الناس ناسيه، الاتحاد ما طلعش قرار على الفريق اللي انسحب من بطوله الكاس السوبر، وهل لو فاز هو بالكاس هيلعب كاس سوبر ولا مش هيلعب، محدش عارف. عموما احنا بنقول من دلوقتي اهو لغايه لما نشوف الفتره اللي جايه، ولكن منذ ان فاز بالدوري والكاس خسر السوبر امام الاهلي، خسر الدوري حتى الان، كلنا عارفين ان الزمالك خلاص خسر الدوري والاهلي بيقترب من المنافسه على الدوري او الفوز بالدوري العام بنسبه كبيره جدا، وكمان خرج من البطوله الافريقيه، فبالتالي يقدر الاهلي يفوز بكل البطولات دي. طيب تعال على المستوى الافريقي. منذ ان الاهلي خسر دوري ابطال افريقيا في مايو العام الماضي، بعد سنه بص على الاهلي حقق ايه، وبص على المنافس اللي كان مع الاهلي في نهاية دوري ابطال افريقيا عمل ايه. الاهلي بعد ما خسر دوري ابطال افريقيا في مايو 2022 يوم 30 مايو، المباراه الشهيره اللي اتلعبت في مركب محمد الخامس وكانت المباراه الاخيره اللي كانت بتتلعب من لقاء واحد بس في نهاية دوري الابطال، فاز الاهلي بالسوبر المصري، فاز الاهلي بكاس مصر، فاز الاهلي بالسوبر المصري ايضا، فاز الاهلي بدوري ابطال افريقيا على نفس الفريق اللي فاز على الاهلي العام الماضي، وحاليا قريب جدا من الفوز بالدوري العام. يعني بنتكلم منذ ان خسر دوري ابطال افريقيا حاليا بيقترب من تحقيق البطوله الخامسه في اقل من 330 يوم، يعني اقل من سنه قدر الاهلي يحقق 5 القاب. تعالى على المنافس الوداد، بعد ما فاز على الاهلي في هذه المباراه الشهيره بكل احداثها ونتائجها، الوداد خسر السوبر الافريقي، خسر كاس العرش من نهضه بركان، خسر دوري ابطال افريقيا، وخسر في كاس العالم للانديه رغم ان البطوله كانت على ارضه، وبالامس خسر بطوله الدوري المغربي. ده ان دل على شيء بيدل ان النجاح مش مرتبط بتخطيط لو سنه واحده، لا مرتبط باشياء اخرى قد تكون خارج الملعب، ولكن الحفاظ على النجاح مرتبط انك تخطط كويس جدا لسنة واثنين وثلاثة. دي نقطة. النقطة الثانية، في فرق بعد ما تخسر دوري وكاس وتخسر بطولة افريقيا في موسم كان صعب جدا مر على الاهلي السنة اللي فاتت، قليل قوي لما تلاقي فرقة تقدر تحقق ده في السنة اللي بعدها وتكسب 5 بطولات
من اصل 5 بطولات. انا بعتبر خلاص بطوله الدوري على اعتاب يعني قلعه البطولات في مقر الاهلي في الجزيره. احنا بنتكلم خلاص احنا في الدقيقه 85، 5 دقائق ويصفر الحكم والبطوله تبقى في النادي الاهلي. مين يقدر في افريقيا ولا في المنطقه العربيه يحصل معاه ده ويحقق ده؟ الحاجات التاريخيه اللي زي دي مهم جدا نلقي الضوء عليها عشان الناس ما تنساش ان السنه اللي فاتت كانت في انتقادات حاده ومواقف صعبه وايام عدت علينا كانت صعبه جدا لما خسرت الدوري والكاس وبطوله افريقيا وجي ساعتها سواريش وكانت مرحله انتقاليه. وانا اتذكر سواريش وقتها في المؤتمر الصحفي الاخير ليه قال السنه الجايه الاهلي هيكسب كل حاجه. وفعلا بصوا على السنه دي مع مارسيل كولر، كان 2 سوبر على الزمالك وبيراميدز، خدت بطوله كاس مصر على حساب بيراميدز، خد بطوله افريقيا على حساب الوداد اللي فاز على الاهلي العام الماضي، والسنه دي بيقترب خلاص من الفوز بالدوري العام، ولسه عنده كاس مصر ولسه عنده السوبر الافريقي وان شاء الله كمان لسه عنده السوبر المصري، مع بطولات قويه جدا في الموسم اللي جاي، دوري السوبر الافريقي، كاس عالم الانديه. ده ما بيحصلش الا مع الفرق الكبيره، اللي هو مين؟ الاهلي، مع كامل احترامي لاي فريق في مصر او فريق خارج مصر. الانجازات دي والصعوبات دي والتحديات دي مش هتحصل إلا مع فريق واحد، النادي الأهلي، سواء محليا أو قاريا. دي نقطة. الموضوع التاني اللي عايز أتكلم فيه واتكلمت فيه الأسبوع اللي فات وفي ناس زعلت، في اللي اتكلم معايا وفي اللي بعت رسالة دون ذكر الأسماء يعني من خبراء التحكيم ومحلل التحكيم، وهم كلهم شخصيات قديرة جدا بنحترمها وبنقدرها ولها يعني صولات وجولات في التحكيم المصري والأوروبي والعالمي، ناس كبيرة وحكمت وراحت ماتشات كبيرة وراحت بطولات كاس عالم. بس لما طلعت وقلت السنة أو الأسبوع اللي فات إن الدوري المصري محط اهتمام من لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي، وقلت الحالات الجدلية اللي بتحصل في تقنية الفيديو بتبقى موجودة في معسكرات النخبة في الاتحاد الإفريقي، الناس كانت فاكرين أنا بقول معلومة أو بهزر أو بحاول ألصق خطأ على حكم، وأنا والله عمري ما اتكلمت على خطأ شخصي أو أتكلم شخصيا على حكم معين، ولكن دايما بتكلم بناء على معلومات. واتكلمت على أكتر من حكم، بس عشان الحالة اللي حصلت امبارح ليها علاقة باللي أنا اتكلمت فيه الأسبوع اللي فات هكتفي بالحديث عن الكابتن طارق مجدي، لأن الأسبوع اللي فات اتكلمت على أكتر من حكم مش حكم واحد، وناس كتيرة زعلت منه وما أعرفش ليه، رغم إن الأيام اللي جاية هتثبت لكم إن كلامي ده صح، لأن أنا بتكلم على ملفي تحديدا داخل الاتحاد الإفريقي، الأيام بتثبت إن أنا بتكلم صح وبتبقى معلوماتك الحمد لله بتبقى موثقة بنسبة 100%. كابتن طارق مجدي امبارح كان عنده مباراة في كأس مصر، وحسب ضربة جزاء كل خبراء التحكيم بلا استثناء قالوا ما فيهاش ركلة جزاء. وأنا مش هخش في التفاصيل الفنية هي ركلة جزاء ولا مش ركلة جزاء، بس لو هتكلم على آراء خبراء التحكيم قالوا مش ضربة جزاء. هو الكابتن طارق مجدي في معسكر النخبة في الاتحاد الإفريقي شهر إبريل اللي فات اتعرض له حالتين مع الحكام الأفارقة، واتشرح الأخطاء اللي تمت من طارق مجدي. وأنا لما قلت إن الأخطاء اللي بتحصل في تقنية الفار في الدوري المصري محط اهتمام لجنة الحكام في الكاف وحتى كمان في الفيفا، الناس افتكرت إن أنا بكبر الموضوع وبهول المواضيع. لا يا جماعة، الحكام الدوليين في مصر محط اهتمام كبير جدا من المسؤولين عن لجنة الحكام أو التحكيم في إفريقيا وفي الفيفا. وقلت واتذكر الكلام ده قلته في شهر ابريل اللي فات وقلت الاسبوع اللي فات، الكابتن طارق مجدي مستبعد ولا يتم اختياره في اي معسكرات وفي اي مباريات على مستوى المسابقات الافريقيه بسبب اخطائه التحكيميه في المباريات، سواء حكم ساحه او حكم تقنيه الفيديو الفي ار. والناس ما كانتش مصدقه. امبارح خطا تحكيمي اخر للكابتن طارق مجدي، وانا باكد لكم رغم ان هو حكم دولي في تقنيه الفيديو لكن مش هيكون موجود الفتره الجايه في اي مناسبات افريقيه، لا في دوري الابطال ولا في كاس الكونفدراليه ولا في دوري ابطال افريقيا للسيدات ولا في كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه اللي تم اختيار فيها محمد عادل بعد اعتذار محمود عاشور، ولا في كاس امم افريقيا تحت 20 سنه ولا اللي في تحت 17 سنه. ولما استعرضت عدد الحكام اللي موجودين في قائمه تقنيه الفيديو في الدوري المصري حوالي 6-7، ما بيروحش منهم الا محمود عاشور ومحمود ابو الرجال احيانا لما بيكون محتاجين ايفار كمساعد تقنيه الفيديو بس، مفيش حد تاني. احمد الغندور راح لفترات معينه ومن بعد
معسكر النخبه كان موجود في مباراه في كاس الكونفدراليه لكن مش موجود في بطوله اندر 23. بصوا على اللي تم الاختيارات مين، محمود عاشور لانه حكم دولي في الساحه وحكم دولي في تقنيه الفيديو بيتم الاستعانه بيه، ولما اعتذر جابوا الكابتن محمد عادل من قائمه الحكام السبعه اللي هم حكام الساحه اللي بيديروا مباريات مش حكام الفيديو اللي تم اعتمادهم في القائمه الدوليه الاخيره. فنصيحتي للحكام، ركز في ادارتك لمباريات الدوري والكاس لان محدش هينفعك. والله اسمعها مني انا بقولها لك نصيحه سواء للكابتن طارق او غير الكابتن طارق، مش هقول زي الكابتن سمير عثمان حب نفسك، يعني هو الكابتن سمير عثمان ليه جمله شهيره كده يقول لك ايه حب نفسك. كابتن ناصر عباس دايما يطلع ويتكلم على ان الحكم لازم يكون في كامل تركيزه عشان ما يغلطش. وانا بقول لاي حكم دولي تحديدا الحكام الدوليين الفتره اللي جايه، محدش هينفعك والله صدقوني محدش هينفعكوا. اي خطا بيحصل في الدوري المصري تحديدا منك انت كحكم دولي في الملعب او في الفار هتستبعد من المباريات الافريقيه. هل هتكتفي باداره مباريات الدوري بس؟ ده مش التارجت بتاعك، ده انت المفروض حكم دولي. فالفتره اللي جايه كل حكم ياخد باله من اخطائه. ولو الحكام عندهم عذر ان محدش بيصحح لهم الاخطاء، انا على المستوى الشخصي مش هقدر اقول لك حاجه، يعني انا اتكلمت كتير على شغل لجنه الحكام. وتخيلوا الخطا اللي حصل امبارح ده جاي بعد معسكر اتعمل في بورسعيد من حوالي اسبوعين ثلاثه، ومعسكر كان مدته 4 ايام في بورسعيد، واستعانوا باحد اعضاء لجنه الحكام السابقين الكابتن سيد مراد، استعانوا بيه رغم ان هو مش في اللجنه. بس استعانوا بيه ليه؟ لان انت لو بصيت على اعضاء اللجنه محدش فيهم محاضر. دون ذكر اسمائهم يعني. مفيش غير الكابتن مجدي رزق، واحيانا دلوقتي ما بيتمش الاستعانه بيه في المحاضرات، تم الاستعانه بالكابتن سيد مراد. كابتن تامر دري مش موجود في اللجنه. كابتن جمال غندور ما تمش الاستعانه بيه لغايه دلوقتي عشان يحاضر في المحاضرات اللي بتتم في المعسكرات. حتى فيتور بيريرا انا بحس ان هو راجل اكاديمي او راجل اداري اكتر ما هو راجل فني. يعني بيشتغل على التفاصيل اللي هي لها علاقه بالشكل العام، يعني التيشيرت مش عارف يبقى لونه ايه، شاره الفيفا تبقى للحكام الساحه وحكام المساعدين، حكام الفيديو لا ما يلبسوهاش الا لما يقعد في غرفه الفي ار، الشاطئيه يشتغل شاطئيه بالعلامه الفيفا او شاره الفيفا، الصالات نفس الكلام، كل دي امور اداريه كويسه جدا ما فيهاش مشاكل، لكن الشغل الفني انا مش شايفه في الملعب بصراحه، بدليل الخطا الكارثي اللي حصل امبارح واللي كان على فكره يعني ساهم بنسبه كبيره في خروج فاركو من دور ال 16 في كاس مصر. فانا لما اتكلمت الاسبوع اللي فات ولما اتكلمت قبل كده على معسكر حكام النخبه بيبص على الحالات السلبيه وبياخد الحالات دي بيعمل فيها محاضرات تثقيفيه للحكام الافارقه، ناس كتيره ما كانتش مصدقاني. اهو خطا بيتكرر امبارح من الكابتن طارق مجدي، وانا بقول لكم لغايه اخر السنه مش هتشوفوا في افريقيا وفي غيره الفتره اللي جايه، ومش هتبقى في حكام موجودين في المباريات الافريقيه الا 3، امين عمر لانه حكم من الحكام المحترفه، محمود عاشور، وكابتن محمد عادل. لو لقيت اسم او اتنين تانيين لو عملوا طفره خلال الفتره اللي جايه، بخلاف ذلك مش هتلاقي حد تاني. نخرج الى فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف اخر اخبار الترند. اخر اخبار الترند وفيها كلام مهم جدا، كل الجماهير الاهلاويه بتسال عن موقف حمدي فتحي، موقف حسين الشحات، ايه الجديد في اخبار الاهلي؟ نتابع في اخر اخبار الترند. اخر اخبار ترند والبدايه بترند الاهلي. ترند الاهلي النهارده البدايه فيه رقم واحصائيات مهمه جدا من سبورت 360 مصريه، بيقولوا في الصداره لم يتلقى اي هزيمه، اكثر من حقق انتصارات 20 انتصار، اقوى خط هجوم 48 هدف، اقوى خط دفاع 7 اهداف، اكثر من حافظ على نظافه شباكه 18 مباراه كلين شيت، لم يدخل مرمى الاهلي اي هدف في 18 لقاء من اصل 25 مباراه الاهلي لعبها حتى الان في الدوري العام. الاهلي يسيطر على كل شيء في الدوري المصري. رقم مهم جدا، وكده لما الاهلي بيحقق بطوله دايما بتلاقي فيها رقم قياسي في بطوله الدوري العام. اليوم السابع الاهلي يستعيد جهود محمود كهربا في مباراه منتخب السويس بالكاس. يعني هي مصادر لليوم السابع ان بعد ما كولر فضل راحة كهربا في مباراة الدوري امام الحرس، وارد ان يتم الاستعانة بمحمود كهربا في مباراة الكاس بكرة امام منتخب السويس. عموما مباراة الحرس كانت فيها ميزة مهمة جدا،
كان في فتره طويله ما بيشاركش عبد القادر وطاهر ومحمد شريف بشكل اساسي، الثلاثه بداوا ولعبوا مباراه الحرس وظهروا بشكل كويس جدا. نفس الامر في مركز وسط الملعب، لعب السوليه وقندوسي وقفشه، وكان في راحه مروان عطيه وحمدي فتحي واليو ديانج. لو تبصوا على شكل الفرقه بشكل عام للفتره اللي جايه هتلاقي فيه الاساسي والبديل وبديل البديل في اكتر من مركز بالنسبه للاستحقاقات القادمه للنادي الاهلي. في حساب بطولات اهتم جدا يشوف استعدادات منتخب السويس لمواجهه الاهلي. حاليا مدير الكوره في منتخب السويس الكابتن ميمي فريد قال هنحاول تحقيق المفاجاه امام الاهلي في كاس مصر، وقال ان الاهلي بيعيش افضل مستوياته حاليا مع كولر، وهنلعب مباراه من اجل تقديم مباراه قويه. الاهلي عنده دفعه معنويه كبيره بعد الفوز بدوري الابطال، ولكن لاعبو منتخب السويس هيحاولوا يبذلوا قصارى جهدهم، خاصه ان رحيل احمد ساري المدير الفني مش هيأثر على الفريق والجهاز المعاون مستمر في مهام عمله. ده كلام الكابتن ميمي فريد مدير الكوره. طيب هنشوف، كنا عارفين مباراه الكاس دايما بتحمل المفاجآت، ولكن هل الاهلي هيقدر يكون جاهز لمواجهه هذه المفاجآت؟ باذن الله ان شاء الله الاهلي هيكون جاهز. والمباريات اللي زي دي بتبقى مباريات صعبه على فكره، يعني انك تلعب قدام فريق سواء في الممتاز بي او في الدرجه الثانيه او الثالثه، فريق بينزل بيلعب بالاضواء والشهره ما بيبكيش على شيء، فبتبقى من هنا مباريات اصعب من اي مباراه حتى في الدوري الممتاز. نروح لحساب اليوم السابع وبيتكلموا على حمدي فتحي، وبدايه الحديث عن اهم اثنين لعيبه في الفتره الحاليه السوشيال ميديا بتتكلم عليهم. حساب اليوم السابع: الوقر القطري يطلب خضوع نجم الاهلي للكشف الطبي قبل اتمام الصفقه. وانا باكد لكم خلال الساعات القادمه هتسمعوا تفاصيل كتير وتفاصيل مهمه جدا في مساله يعني انتقال حمدي فتحي الى الوقر القطري بعد اتفاق اداره الاهلي على كافه التفاصيل الماليه مع مسؤولي النادي القطري. حمدي فتحي لعيب مهم جدا، واكيد فكره انك تخش في مفاوضات لفكره بيع اللاعب دي ان دلت على شيء بيدل ان الجهاز الفني في المقام الاول عنده البديل وجاهز بيه اكتر من بديل في الفتره اللي جايه. واكيد في التوقيت اللي بتستعد فيه لبيع حمدي فتحي اكيد هيكون عندك استعداد لضم صفقات جديده سواء في نفس المركز او في مركز مختلف. في نقطتين مهمين جدا في الجزئيه دي: اولا الامور الماليه بتحسم المسائل اللي زي دي. الامر الثاني مركز اللاعب اللي بيتعرض او بيتلقى عروض للاحتراف او للسفر خارج مصر اكيد بتبقى محسوبه بفكره المركز ده، عندي البديل ولا ما عنديش، الفلوس اللي جايه تقدر تكون مناسبه ليا عشان اقدر اشتري لاعب في مركز تاني انا محتاجه. كل الحسابات دي بتبقى في اطار التفكير الخاص بلجنه التخطيط. لكن باكد لكم خلال ساعات هتسمعوا تفاصيل جديده في مساله حمدي فتحي والانتقال الى الدوري القطري. الامر ذاته يلا كوره، وبيقولوا مصدر ليلا كوره: حمدي فتحي سيكون في قطر خلال 48 ساعه من اجل انهاء اجراءات الانتقال الى نادي الوقره وتوقيع الكشف الطبي. طبعا الكشف الطبي ده بيبقى كشف روتيني عشان تاكد جاهزيه اللاعب وتوقيعه للنادي القطري خلال الفتره اللي جايه. ولكن زي ما بقول لكم هي خلال ساعات بعد مباراه منتخب السويس اعتقد هيكون في تفاصيل كتيره ممكن هيتم الاعلان عنها فور الانتهاء منها من إدارة النادي أو حتى مع حمدي فتحي. الخبر الثاني والاسم الثاني اللي فيه جدل كبير جدا على السوشيال ميديا بخصوص استمراره في النادي الأهلي: حساب يلا كورة وبيقولوا مصدر ليلا كورة: الأهلي توصل لاتفاق مبدئي مع الشحات على تجديد التعاقد. خبر يلا كورة امبارح، وده من خلال مصادرهم، إن كان في اجتماع امبارح للجنة التخطيط بحضور الكابتن محسن صالح، كابتن زكريا ناصف، بحضور الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، وامير توفيق مدير التعاقدات او الرئيس التنفيذي او المدير التنفيذي الحالي لشركه الكوره. والكلام كان مع حسين الشحات على فكره الاستمرار مع الاهلي خلال الثلاث سنوات المقبله. ولكن قبل الاجتماع ده كان في جلسه مهمه جدا، ودي كانت قبل مباراه الاهلي والحرس، جمعت الكابتن سيد مع حسين الشحات والحديث عن الاستمرار في الفتره اللي جايه، والحديث عن فكره ان اللاعب ضحى ب فترة مهمة جدا من تاريخه وعمره في العين الإماراتي عشان يحقق حلمه ويلعب في النادي الأهلي،
وده على رأي حسين كان حلم الأسرة وحلم الوالد إن يكون حسين الشحات لاعبا في النادي الأهلي. بعد الخمس سنين حسين ظهر وتألق وفاز مع الأهلي بثلاث بطولات إفريقية، لعب مع الأهلي العديد من بطولات كأس العالم، أصبح عنصر أساسي في منتخب مصر. دلوقتي حسين الشحات 31 سنة وكان بيحتفل بعيد ميلاده من حوالي يوم أو اتنين، فخلال الفترة اللي جاية محتاج تحدي جديد. إيه التحدي الجديد؟ إنك تستمر في المكان اللي أنت كنت حريص إنك تلعب فيه. امبارح حسين بعد الجلسة دي نشر صورة على الانستجرام كانت مهمة جدا، واتكلم عليها وقال مع أعظم نادي في الكون حلم العمر الاستمرار في النادي الأهلي. الصورة دي ادت انطباع لدى الكثيرين من الأهلوية ان حسين الشحات فكرة التوقيع على عقد التجديد هتبقى خلال ساعات. كل التفاصيل اللي اتفقوا عليها امبارح هيتم إدراجها في جدول أو بنود العقد الجديد، ويتم الاتفاق على كافة هذه التفاصيل، والتوقيع هيكون خلال ساعات من اجل استمرار حسين الشحات في النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. في نفس المكان ده من اسبوع قلت لكم كل الكلام اللي بيتكتب على السوشيال ميديا ما تصدقوهوش، وافتكروا حاجه مهمه جدا. اللعيب اللي جه وانتقل من العين الاماراتي للاهلي وضحى بحاجات كتير جدا لمجرد بس انه عايز يلعب في الاهلي، استحاله يضحي في توقيت مهم زي ده بالمشوار والتاريخ اللي حققه في الاهلي. ودي الجزئيه اللي اتكلم فيها الكابتن سيد مع حسين، ودي الجزئيه اللي حسين كان مركز عليها واستقبل بيها كلام الكابتن سيد بترحاب شديد جدا. وعشان كده خلال الساعات اللي جايه هتسمعوا خبر رسمي والنادي الاهلي هيعلن باذن الله استمرار حسين مع النادي الاهلي. وانتوا عارفين النادي الاهلي لما بيتفق او بيتم الاتفاق على الاستمرار او التجديد او حتى التوقيع مع اي لاعب في الفتره اللي جايه بينتظر للإعلان عن كافة التفاصيل. لكن كل اللي حصل في الفترة اللي فاتت أنا بقول لكم مؤشر إيجابي جدا لاستمرار حسين الشحات في الفترة اللي جاية. حساب في الجول وفي الجول يكشف ما طلبه كولر من الأهلي في الانتقالات. طلب دعم أربع مراكز، التعاقد مع ظهير أيسر، ضم قلب دفاع بديل لحمدي فتحي، مهاجم أو جناح قوي. الكلام ده على فكرة يمكن تم منذ فترة طويلة، وفي يمكن تفاصيل فيها مفاوضات مع اكتر من لاعب في اكتر من مركز في الفتره اللي جايه، لان الاهلي مقبل على، انا بقول لكم يمكن من اهم البطولات اللي الاهلي بيستعد ليها الفتره الجايه دوري السوبر الافريقي. البطوله دي خلاص رسميا وانا انفردت بالموضوع ده منذ اكتر من حوالي شهرين ثلاثه، هتتلعب في شهر 10، وجوائز البطوله بتقترب من حوالي 6.5 مليون دولار، ومش هتدفع ولا دولار في اي رحله سفريه للخارج او حتى في تنقلات او اقامه. فالبطوله محتاجه تضحيات عشان تقدر تفوز بيها. مجرد المشاركة مليون دولار، مجرد التأهل للسيمي فاينل 2.5 مليون دولار، مجرد التأهل للمباراة النهائية 4.5 مليون دولار، مجرد الفوز بالبطولة 6.5 مليون دولار. فتتكلم في أرقام كبيرة جدا، أكيد لازم يكون فيها تضحيات بدعم الفريق عشان المرحلة اللي جاية. طب الوطن سبورت بيقولوا تقارير عرض بلجيكي يهدد بقاء بيرسي تاو في الأهلي، وأنا بقول لكم إن الكلام ده أصلا غير وارد، مفيش أي عروض رسمية لبيرسي تاو. حساب الوطن سبورت ايضا قالوا وكيل خالد عبد الفتاح بيكشف مستجدات انتقاله للاهلي بشكل نهائي. خالد عبد الفتاح انتقل للاهلي معارا مع نيه البيع وشراء الاهلي للاعب في نهايه هذا الموسم. خالد عبد الفتاح قدم اوراق اعتماده في الفتره السابقه وظهر بشكل جيد جدا، وكان جزء مهم جدا من تفوق وتالق محمد هاني في الفتره الاخيره بعد اصابه اكرم توفيق وكريم فؤاد. لما خالد عبد الفتاح ينتقل انتقال نهائي للاهلي هيبقى عندك اكتر من لاعب في هذا المركز، وممكن تستعين باكرم توفيق باذن الله في وسط الملعب في حال رحيل حمدي فتحي، وبالتالي عندك اكتر من لاعب جوكر في الفتره اللي جايه. اخر حاجه في ترند الاهلي، ودي اللي كنت بتكلم عليها في الجزئيه المتعلقه بالسوبر ليج. حساب يلا كوره نقل تصريحات لباتريس موتسيبي اللي ادلى ليها من خلال شاشة التلفزيون SABC، هذه الشاشة الكبيرة في جنوب إفريقيا، واتكلم عن موعد بدء دور السوبر وإمكانية أو اتجاه لتغيير الاسم. في نقطتين عايز أتكلم فيهم في هذه الجزئية. أولا السوبر ليج رسميا البطولة خلاص في شهر 10، وتحديدا أول مباراة للأهلي هتكون يوم 22 أكتوبر، وأول مباراة للأهلي هتكون خارج مصر، يا إما في ملعب سيمبا يا إما في ملعب إنيمبا يا إما في أنجولا في ملعب بيترو أتلتيكو يا إما في ملعب مازيمبي الكونغولي. فكرة إن البطولة تتلعب في مكان محايد أو مكان كبطولة مجمعة الكلام ده أصلا مش وارد على فكرة، الكلام ده مش حقيقي. ويوم الاثنين هوريكم
الكلام اللي قلناه قبل كده على استاد القاهرة. يمكن استاد القاهرة حاليا في إطار يعني تعديل شكل ماسورة الإعلام بالكامل، وماسورة الإعلام بالكامل تم تغييرها من أجل الاستعداد لإرسال تقرير إلى الشركة الإيطالية يوم 30/6 يوم الجمعة المقبل، آخر ميعاد والديدلاين عشان تطور ماسورة الإعلام وماسورة الفي آي بي والفي في آي بي. وبالتالي خلاص احنا داخلين في مراحل حاسمة لتجهيز الملاعب والتحضير لورشة العمل وإجراء القرعة في شهر 7 في تنزانيا. الجزء الأخير اتجاه لتغيير اسم السوبر ليج. السوبر ليج اسمه هيتغير طبقا للراعي الرئيسي اللي هيرعى هذه البطولة، لأن مجموع جوائز البطولة 25 مليون دولار. لن يتحمل الجوائز لا الاتحاد الإفريقي ولا الاتحاد الدولي، لذلك تم الاستعانة بإحدى الشركات الاستثمارية في إيطاليا. هذه الشركة لها مقر حاليا في رواندا وهتعقد اجتماعات في تنزانيا، وهيكون من خلال هذه الشركة عدد من الرعاة. الراعي الرئيسي هو لا يحمل اسم البطولة، وعلى هذا الأساس الكل هيلتزم بكل لوائح البطولة من خلال الشركة الراعية. والشركة دي يا إما تكون شركة طيران كبيرة يا إما شركة اتصالات كبيرة جدا خلال الفترة اللي جاية، ولكن لن أكشف عن كل هذه التفاصيل إلا في حينها لما يتم توقيع العقود الرسمية. المشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، توقعاتكم للتشكيل اللي يلعب بيه الأهلي مباراة منتخب السويس. شعيب عبد الرحيم بيقول شوبير في حراسة المرمى، رامي ياسر، عبد الفتاح وكريم الدبيس، ديانج، مروان أفشة، تاو، كريستو، محمد شريف. أستاذ يوسف الشيخ بيقول شوبير، محمد هاني، ياسر، رامي ربيعة، خالد، قندوسي، أفشة، مروان، أحمد عبد القادر، وكريستو ومحمد شريف. الناس كلها شايفة أنه ممكن مصطفى شوبير يتم الدفع بيه في لقاء الكاس. محمد علي اختلف في الآراء اللي فاتت، قال الشناوي هو اللي هيبدأ، خالد عبد الفتاح وياسر ربيعة معلول، مروان أفشة، قندوسي، عبد القادر، طاهر شريف. طيب في اختلاف في وجهات النظر في موضوع التشكيل. أحمد زيد بيقول أو أحمد زايد، الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، قندوسي، أفشة، مروان، عبد القادر، طاهر شريف. التشكيل ده نسي فيه أستاذ أحمد يكتب الباك ليفت هيبقى مين. طيب نشوف كمان، إيمي بتتوقع إن الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني ومعلول، ياسر إبراهيم وربيعة، مروان، قندوسي، أفشة، حسين الشحات، والتاو، وكهربا. كده احنا بنتكلم في ثلاث تعليقات بتقول شناوي وتعليقين بيقولوا شوبير. ميدو صبري بيقول شوبير، كريم، رامي، ياسر، خالد، هو بيتكلم على كريم الدبيس كباك ليفت، وخالد عبد الفتاح باك رايت، ورامي وياسر اتنين مساكين، ديانج، أفشة، قندوسي، طاهر شريف، عبد القادر. كده ثلاثة شوبير وثلاثة الشناوي. طيب أحمد أمين اختلف مع الست آراء، قال تحياتي ليك يا أستاذ محمد، أهلا بيك يا أستاذ أحمد. من وجهة نظري أتوقع التشكيل هيكون علي لطفي، خالد عبد الفتاح، رامي ربيع، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس، أليو، ديانج، أفشة، القندوسي، طاهر، عبد القادر، شريف. كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله. كده 3-3-1 علي لطفي. سعيد بيقول الشناوي، هاني، ياسر، رامي، معلول، مروان، قندوسي، أفشة، حسين، تاو، كهربا. يمكن ده رأي الشناوي. طيب آخر رأي معايا، أحمد زاهر بيقول برضو الشناوي. يبقى كده الشناوي بيتفوق على مصطفى شوبير في مسألة التوقعات. يعني خدنا حوالي 9 توقعات، بنتكلم في ما يقرب من 5 توقعات للشناوي، 3 لمصطفى شوبير، وتوقع لعلي لطفي. في الختام بنتمنى يا رب التوفيق للنادي الأهلي في بطولة جديدة وافتتاحية جديدة أمام منتخب السويس بكرة إن شاء الله. وفي الختام كمان بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وغدا نلتقي وحلقة جديدة من برنامج الترند.